الرسائل المشفرة. يمكن الرسائل زادة المواطنين، فما برشا مواطنين يخموا كيفه، فما برشا مواطنين يخموا ضد الشيء هذاك. وحتى كي تشوف كيفاش يقولوها، تشوف اللي رياكسيون تاع العبيد، بالحق معناها صعيبة باش تعمل تحليل في 5 ساعات. نحن 5 ساعات نسمع فيه بالدقيقة والسيكوندا، وباش نحلوه خاطر مهم جدا اللي تقال اليوم في الوضع العام. نبدأ بالسمير ساعة جوست وزي. مرحبا حاتم، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل على اي اف ام. جوست شنية تفضل ترى. لا 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 لا، جوست السومير. بيه كما قال حاتم، باش نحكيو على اهم ما جاء في اجتماع مجلس الامن القومي اليوم على لسان الرئيس قيس سعيد. نحكيو على سعيدة قراش اللي تكشف تفاصيل الايام الاخيره للرئيس البيجي قايد السبسي وحافظ قايد السبسي يرد. يرد على اللي قالته، خاطر نحن في حاله ما نحكيلكش. مرحبا بكم مره اخرى، باش نحاولوا نكونوا موضوعيين، باش نحاولوا، وصعيب باش تكون موضوعي وقت لي فما حاجات قاعدين نعيشوا فيها، ونحن اللي نعيشوا فيها وقاعدين نشوفوا في حاجات غريبه. معناها دوله تعمل لك حجر صحي شامل 4 ايام اللي ما عنده حتى معناها مفعول. الدولة، أنا مثلا حاجة مرة فاتت قلتها في لبنان في بيروت، جاءوا قالوا نحن بلاد جو، وجاونا الجماعة الكل، وكان ما نعملوش ريفيونت الاقتصاد ينهار. بس معناها حتى في الحكومة تصريف الأعمال وخليوا الريفيون، وصلوا ل100,000 حالة في بيروت. السبيطارات تعرف كيفاش المرضى فين حاطينهم؟ حاطينهم في كراهب، يعني يجيب كرهبته يقعد مريض في كرهبته، والطبيب يخرج من المبنى متاع المستشفى ويمشي يداوي العبيد ولا يتفقدهم ولا يشوفهم في الباركينج متاع السبيطار. الحالة هذية معناها نجم نقوله اللي القرار متاع منع الاحتفال ولا تجمع الناس في رأس العام، ولو انه برشا عبيد خالفت الشيء هذا، فما ناس كريت ديار باش عملوا ريفيون ب 30 و 40 بشر، فما زاد التجاوزات في بعض الـ 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 المطاعم والوتلة، خاصة الوتلة اللي ناس عملوا ديفيش سواديزون هما نوزالي في الوتيل هذاك إلى آخره. دونك القرار هذاك كان صائب، وحتى بالركيل ونشوفوا الأخرين صائب، لكن فما حاجة جديدة، فما أخبار جديدة، فما فاريون دي فاريون، مش فاريون واحد، فما شيء من الأفريق دي سود، من إنجلترا، فرنسا 10% معناها من الإصابات الجديدة من الفيروس هذايا المهبول اللي باش معناها ما همش عارفين. البارح زادة في بي اف ام معناها في البرايم تايم تكلم رئيس اللجنة العلمية متاعهم وقال لهم راهو الفيروس أذكى من ما تطور إليه البشر، أكثر أذكى من الطب وأذكى من البحوث وأذكى من عملوا له فاكسان، هو مازال كيحضر وهو تقلب. الفيروس اللي الفاريون بتاع الأفريق دي سود يقلل من نجاعة الفاكسان ب40%. راهم هذوما معناها مش نحن نهولوا، معناها هذايا الواقع، هذايا الواقع العلمي، العلم اللي من نجم يمنعنا كان العلم. كل الوسائل الأخرى معناها لم تؤتي بأكلها، لكن العلم في الحالة هذية، فما العلم، فما الصحة، فما الاقتصاد. المعادلة صعيبة نعرف، كان بيودي كونه الخطاب الموجه للشعب يقولوا له راك تحمل مسؤوليتك، راهو الكلنا باش تحملوا مسؤوليات. اذا الدوله ما تحبش تسكر، ما عندهاش لي مويان باش تعوض للناس وما عائلات، فما اللي الشيء اللي نقولوا فيه توا عندنا 6 اشهر. اما الدوله ريناها الدوله في زنازه، رين الدوله معناها بكلها، برئيس مجلس النواب، رئيس الحكومه اللي يخطي في العبيد، ريناهم الكلهم متكدسين. كان ينجموا يقوموا بواجب العزاء تصير الزنازة، لكن معناها بالتباعد. نحن مانيش ضد كونه ناس معناها لرمزية نائبة شعب أبريتو نائبة شعب، لكن زاد فما ناس دفنت ماليها وهو ما حضرش، فما ناس معناها نحن نجبروا الناس باش ما يتكدسوش ما يجتمعوش،
وبعد هالانتقادات اللي صارت كل يوم رئيس الحكومة تهبط منع التجمعات حتى العائلية. طوى معناها بعد ما هم مشيوا معناها تكدسوا غديكا. اليوم أنا جاي من الخليدية وفي الثنية نشق مرنيك. مرنيك فما بالمئات مجتمعين في السنتر فيل صغار مكثرهم. ظهالي مش احتجاجات خاطر الدربوات تاع فريق كرة، لكن بالمئات مجتمعين. كيفاش نجم تلومهم هذوكم؟ هما راو نفس التجمع ونفس الأشخاص ونفس العدد موجود عند مسؤولي الدولة. معنى كيفاش وبعديش يخرج لك المواطن هو متسبب؟ ليه 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 يزينا من تحميل مسؤول ولينا نحسوا رويحنا ضيوف، نستعمل لنفس الكلمة، حسوا رويحنا ضيوف في بلادنا وهما عندهم الحصانة منعين من القضاء ومنعين من المحاسبة ويعملوا اللي يحبوا ويتجاوزوا معناها الشعب في كل شيء. معناها هما وبعديش نقعدوا بهتين نحن كيفاش الناس ما عادش تسمع الكلام. هيبة الدولة ويني؟ هيبة الدولة بالإكزومبلاريتي سواء إكزومبلير. منيش مانع كان ولا نعرف اللي فما برشا عباد مشاو لأسباب ولا لأغراض سياسية، برشا عباد زادة معناها تعرف كي يبدأ في العالم أجمع كي يبدأ مسؤول كبير معناها يتوفى ويبدأ عنده وزن سياسي في الحزب متاعه والحزب متاعه عنده وزن سياسي في الحكومة إلى آخره، تصير حاجة كمان هك. لكن يا أخي أعطيه الإكزامبلير، أعطيه الإكزامبل، أعمل أنت الناس اللي كنت أنت محضرهم الشباب متاعك اللي هم ينجموا يهبطوا للشارع باش يحميوا علاش ما حواوش رويحهم وحماوش الناس اللي جاوا من التقارب الاجتماعي والعدوى. حط أنت كوميتي دورغانيزاسيون وحط معناها والتباعد واحترام وكل شيء والبافيت والجيل واللي تحب أنت، يمكن كان رينا هكاكا ميساج. أما اليوم حتى الأنصار متاع النهضة باهتين كيفاش معناها الشيء صار هكاك. باه نحن معناها جوز تنعلقوا من نجموا نعملوا شيء ومن نجموا نعملوا لهم حتى شيء، وحتى كي نقولوا حاجة هكا معقولة أو هذية فيهاش بربي تنقيس ولا تقليل من قيمة رئيس مجلس الشعب ولا رئيس الحكومة ولا أي رئيس اللي عنده كلمة رئيس هكا تظهر رئيس. أما هي نحن داخلين في مرحلة أخرى، دونك ها نقولوا في حاجة معقولة وبعدش يعملوا ينشوا عليك الجماعة وارجعوا شوفوا الكلام اللي يتقال والكلام اللي معناه حتى واحد يقول حاجة هكا ما غير أغراض سياسية ولا يقول فيها خاطر هذيك واجبه واجب باش تقول باش ترى العيب وتقول هنا راهو فما مشكلة. بعدش تولي عدو ليهم عدو جراتويتمون. باهي ميسيرش نحن هنا في الواجهة ونحن نعيشه في مرحلة. أنا المرحلة هذية معناها كنت نحلم بها من اللي طولت، نحلم نعيش في بلاد حر متحرر ومجتمع متصالح. ميسيرش فما سوم فما تضحيات، نحكي للعبيد الكل بصفة عامة، فما ناس اللي كانت تخدم قلبه رب فينهم؟ فينهم الناس؟ اسألوا الناس مش نحكي على الكافيات، الناس اللي حاسين على الوضع وهك تراو حتى في اللي كومنتير حتى في اللي ميسار حتى العبيد تحكي مع بعضها، فما حتى حد راضي بالوضع، ما فما حتى حد اللي كانش الشرذمة اللي استغلت معناها ضعف الدولة والمرحلة هذية وانهيار منظومة قديمة وانتكاس مافيا وصعود مافيوزيات جديدة. معناها فما وليت أنواع وشكال معناها على كل لونية كريمة تخش عليك في بال حليت بالة متاع فريب وكل على كل لونية كريمة والمافيا الصحيحة والمافيا المضروبة نفايات يبعثونا في الوسخ متاعهم يا يبعثونا الحاويات حتى في قمرت وفي بنعروس وبطريات وصلوا يرقاو في حاشيكم يرقاو في زبلة طبية معناها في كونتينيرات فما ناس باعت البلاد باعت العبيد. وبعديش كيفاش شكون خلى الشيء هذا؟
شكون اللي قبل رشوة باش عاد الشيء هذا وريقد على وذنيه اثنين؟ شكون ما شنو القيم وشنو شنو تنجم تحارب وش تنجم تحاول تصلح وش تنجم تعمل وش وبعديش تخرج لك التصويرة متاع ابن خلدون قدامه طنق ايوي هذيك الحالة. نحن هما راهو هما معناها ما تنجمش تستنى معناها فما مثل العسل من فرزز هما هكيكا. اما نحن خلينيهم ونحن عاطينهم ونحن نعرفوهم هكيكا. ويبدا بعد ساعات واحد التلمو معناها مخهم السكر حتى يدافع عليهم بقلبه رب وهما ما يستهلوش حتى باش كلمة خير. دونك هذه الوضعية اللي نحن فيها وصدقوني معناها أنا نحاول باش ديما حاجات إيجابية نحاول العبيد نقربهم لبعضهم نحاول ننقص من الضغط على الناس معناها يا ناس راهو فما حاجات ما تستاهلش راهو مستقبلنا مستقبل أولادنا خي ما نحبوش أولادنا أولادنا باش نعيشوهم كما نحن قاعدين عايشين توا ناس مقهورة. البارحة في البارحة البارحة ولا البارحة مروح زادك العادة هبطت باش ناخو حاجة نشربها في الثنية ما وقفت في حانوت نلقى راجل يا سيدي بكاميونة ما فيها حتى أنبوب لا من تالي من قدي يعني نحكي لكم هذا فمع الأربع الخمسة متاع العشية هكيك بتفدليك خويا محضرنا استعمل في الحومة راني نصور إلى آخره. قلت له كيفاش أنت تو تدور بكهرباء كي من هك؟ قال لي ريت الكهرباء هذيا يا سيدي ماخذها بقرض ونخدم بها وكل شيء وأنا لا عندي لا باتين ده لا رخصة لا حتى شيء. قلت له إيه ما يلزم قل لي ما نجمش هاتك نعمل باتين ده شكون باش يبيع لي بالتيفيا هو ينقل في بعض ساعات يدبر هكا يهز صنادق خضرة من بلاصة لبلاصة فلاح صغير معناه معروف في الجهة متاعه هذاك يدباني العبيد. قال لي معناها السنة ما نجمش يخلص فينيت مش على فلوس خاطر ما عنده حتى وضعية قانونية باش يخلص خاطر يزمو يهزلهم معناها نحن غدرونا الناس اللي سارقة المليارديرات والناس اللي تحوس باللورو والناس اللي فلوسها الكل البرة والديار البرة المزمر فيها مقال واحد عنده معناها عنده جو ودولابه هذوكم يخرجوا قانون معناها كل مرة هم ما عارفوش يسترجعوا الأداءات من عند الحيتان الكبيرة معناها من عند القروش ومن عند الناس اللي تضرب الصحيح ويتبعوا في الناس اللي خاطر ما عملش باتين ده ما عملوش حتى بيداغوجية للقانون هذا يجي قبل بعام قالوا يا ولدي عام جاي الفينيات باش تولي هك دونك سوي وضعيتك عندك عام باش تسوي وضعيتك شكون ينجم يسوي وضعيته في الوضع هذايا ناس مش خالطة تاكل وناس معناها تخرج تحتاج تولي مجرم وبيك وعليك دونك هذا الكل معناها شيء بدا يطفطف اي وقولوها طفطفوا ولا يفضفض ولا حسي نمشي وفاصل نرجع لكم احلى راديو. اهلا وسهلا رجعنا لكم. نعتذر منكم كان ظهرت هكا معناها عندي شويه كلام مذبذب اما انا نعرف اللي انتم تفهموني وانا فاهمكم دونك نقعدوا في الـ في الـ في الـ كيفاش في علاقتنا هكا راهو ما عندي حتى حزب وكان مش كان يحطوني يعطوني اي ميل قارون لان ما نوسخش اللي عملته واللي بنيته وندخل في حزب ولا في حركه ولا في فات كامبين هذايا نتاع بودورو. آخر خطاب اليوم اللي قام به رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد في مجلس الأمن القومي كلك سواء المؤاخذات وكلك سواء ضد ولا معاه ولا اللي نحن مش شكيكة باش نحلو كل كلمة علاش تقالت وفاش تقالت وما المغزى من الكلمات اللي تقالت. دونك قبل ساعة من ناخذوا لي زيكستري عندكم سيت اكستري يمكن حاولت نختار خاطر كي سمعت حاولت نختار الحاجات اللي ما تترددش برشا في نشرات الاخبار والعودة ستكون بديزكسري قصار كل حاجة حاولوا نقراوها قراءة وجسبير حتى كان واحد معناها قراءة مغلوطة ولا في سير الايام نرجعوا على الخطابة ذي خاطر اللي صار اليوم قل وانا در يصير في العالم
معناها رئيس جمهورية معاه رئيس الحكومة رئيس مجلس النواب والكلام الكل موجه مباشرة لهم بحضورهم. وما السيد ما يقلقش في ظهور العبيد ولا في الغرف المظلمة اللي استنسوا بها السياسيين متاع عام 70 واللي مازالوا هما يخموا ويحكموا ويقروا في مصير أجيال باش تجي معناها بعد 10-20 سنة. هذا معناها الشيء الوضع العام. بعدش قولك ليه الأزمة منين ليه ها الأزمة اقتصادية برك ليه 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 أزمة أخلاقية أزمة سياسية أزمة مبادئ أزمة معناها مقاربات معالجة للمشاكل اللي نعيشوا فيهم. ما فهم حتى واحد يعطي في دواء العبيد الكل تعطي في البلاسيبو يعطيهنا في حرابش عرفتوا مكركين من الحرابش شكل حلوة ذيك مص الحلوة وتعدى هكيك معناها وهم يضربوا في الصحيح. ليه 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 يا ولد ما فما حتى قطوس معناها يصطاد الربي الكلهم ويحكيونا وطنية ويبقتوك انت في الكونسيبت ذاك انت يا انت يزمك والدولة كيفاش ومتحترمش وقططيش وتطاش وتطوش وهم معناها الوطن ماشي نسو مكينة ماشي ناس وناس تدبر في راسه. شوفوا هو كان جاي معناها كان يجينا قاضي كيما ديل بيترو ولا نسيت حتى اسمه ولا لجوش فالكون ويعمل ماني بوليتو يمكن الوتله الكل اللي راقدين واللي حالين عليهم الحدود وكالجو ذاك وما جابونا حتى شيء يمكن يتعبيوا بالناس اللي موقوفين ولا في الإقامة الجبرية. دونك في مجلس الأمن اليوم فما زادا حضور سميع عبو فما وزير العدل وزير أملاك الدولة فما أخبار معناها فما خرجوا برشا دي فويت منهم حتى في الشارع المغاربي ريت زادا فما ارتيكل تطرق لهذا فما ناس مقربين من الناس اللي حضروا أبارامون كما نقولوا بلغتنا كليت بعضهم بعض خاطر حبوا الرئيس الحكومة ورئيس وصديقه الأول وصديقه الجديد رئيس مجلس نواب الشعب حبوا يرفعوا الجلسة لكن شدوا صحيح في الإجراءات. بريف هذوكم كلهم دي ديتاي أما نحن باش نبداو ديجا نبرة رئيس الجمهورية كان ريتوش بالأول فما نبرة مرتعشة جو بونس اوسي اللي الضغط اللي عليه راهو رئيس منتخب وانتخبوه زوز ملايين و700 مش لعبة معناها الناس اللي حاطين ثقة فيه حتى كان ضد وكان واحد يزمك تحترم قرار الشعب معناها صحيح نحن رينا مثلا صور في أمريكا كي خسر ترامب والأنصار متاعه واحتلوا كل شيء بعديش في عشية راض كل شيء نحن في تريب آخر نحن تحميش آخر نحن الناس معناها معاش تعرف لليميت متاعها نحن الناس ونفهم أن العبيد تسب مجانيا فما ضغط على المجتمع معناها مانيش اللوم يمكن الناس اللي ما يخدمش مخه ولا جراتويتمون حتى يعني يا اخي كان انا ما معناها ما مانيش نحكي انا في المطلق يعني كان انسان ما راي ما يعجبوش ويلتجي للسبان جو بونس وسي لازمنا نفهمهم لازمنا الناس هذوما نتسائلوا علاش يا اخي كلهم تفهموا بعد ساعات يهبطوا عليك بالالاف يسبوا فيك منين هذا سيان فينو تو با كالكولي ما فماش حد فلس عنده لهالدرجه ما فما ضغط على العبيد الكل اللي معاش عنا وين يدور الريح الناس الكل مع بعضنا كنا معناها يمكن في الشارع نراو بعضنا نتبسموا لبعضنا سيرار دو بلوز اون بليورار معناها ترى في العبيد ماشي كي زومبي في البلاد يهبطوا راهو السياسيين بربي تنكروا خاطر كان تمشيو بوجوك تنجم تصير لكم مشاكل تنكروا وهبطوا شوفوا مشيوا للسويق مشيوا للمارسي سنترال شوفوا العبيد كيفاش شوفوا العبيد اللي تشري كعبتين سردينة وتروح شوفوا انت ما نعرفش يمكن حوطة متاعك اللي تاكلها ما تكملهاش فما ناس عايشة راهو بكا عرفتوا بوكشاش قبل كنا معناه نصطادوا بيه نحن صغار تو ولا يتاكل ناس وليت تاكل في كل شيء. نبدأ بالإكسري الأول. انتشرت الاحتجاجات في كل مكان تقريبا نتيجة لمرارة خيبة الأمل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتباعها منذ عقود واستمرت
بعد 17 من ديسمبر دون أي تغيير. باهي، هنا فما زوز قراءات. القراءة الأولى، رئيس الجمهورية يعتبرهم احتجاجات، ما جبدش على أعمال الشغب. وتعرفوا الناس اللي في الحكم واللي هما معناها قاعدين تو في الحكم وناوين بتمرير ال 11 وزير وإرضاء الأحزاب الداعمة والكوسان ذي اللي فهموا الكوسان. نحن رانا مش بتاع كوسان، رانا نحن في الحصيرة، نحن قاعدين على الحصيرة والكوسان للأكابر. دونك الكوسان بتاعهم باش يرضيوا هالكوسان ذي فيهم تحوير 11 وزير، فما حتى مرأة ذي زادة تحسب للهكا للفيريليتي اللي ما ماشي في بالهم، معناها النساء ناقصات عقل ودين، والناس اللي المراه ما هي المراه كلها راه مش جوستيغماتيز، راهي عقليه كبيره، راهي هاكم تشوفوا ألفة الحامدي ميم سي اون مؤاخذات، ميم سي تفلم وتعمل وتصلح في الطيارات وتدفع مكتوب هذاك الكل وريتوه، معناها فما جانب هذاك، لكن فما ديزاتاك جوست خاطرها مرأة. ونتفكروا قداش من مرات صارت فيه اتاك هك، حتى محر زي العبيدي كي توفيت وفما تعليق من الناس زادة ماركة يندعي والحداثة والانفتاح وكل شيء، الضرب زادة ما معناها طالها هي طال، معناها حاسبوها هي مازالت معناها سخونة، معناها الكوغي ما مازال سخون، وناس تسب فيها وناس تحاسب فيها وناس تحاسب فيها على مرحلة وناس إلى آخره إلى آخره. ريتوها الخلطة كلهم معناها جي بعد ساعات تدخل زعمة خاطر ناس مسكرة، خاطر ناس هاو المسكر والمحلول والمتفتق والغني والفقير كلها داخلين، معناها داخلين عجة في فما كانك الزويلك اللي يقوم الخام يمشي في الظلام ويروح في الظلام. وبيه كي واحد يخرج شوية من العاصمة ويخرج شوية ويشوفك المسالك الريفية ويشوف الصباح، أنا معناها نمشي الخمسة متاع الصباح نخدم نشوف فيهم شادين الثنية، يودي لوكسك الكاميونك للمخترة ذيك اللي يطلعوا فيها زوزو ذيك تسمى لوكس، ناس على سرقيها من الخمسة ماشية في الظلام ماشية معناها باش تربش الأرض باش حضر جنابك تاكل البسباس فرشك ولا تضرب البطاطا والواحد، وبعديش انت معناها عايش في 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 عالم آخر وتحسيب اللي المحيط متاعك المقرب هو الكل. لي 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 فما تونس، وتونس فيها بارشا حاجات. دونك ادعوكم باش تتفرجوا باش تكتشفوا باش تعرف نهار اخر شو معناها لما تجبر الناس تقعد في ديارها، لما تجبرهم يقعدوا في ديارهم، خاطر حجر صحي شامل ستان لوكس ماكش دوله نتاع باش تعوض الناس. دونك تجبر هذاك اللي يمشي يكلت من الخمسه ويروح السته نتاع العشيه باش يجيب 15000 و20000 يوكل بهم اربع خمسه سته من الناس، خاطر جينيرالمون عنده ولاد وعنده عائلته، معناها عنده الام ولا ابوه في 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 ذمته. دونك هذوكم هما معناها النبض نتاع هذوكم، معناها مادام هذوكم موجودين نبهت انا كيفاش ينجموا ناس يعطيو دروس للناس هذوما. باش تعطيوهم دروس، خليهم هما معناها راضين بالقليل، خليهم هما بربي احكيوا على رواحكم، احكيوا على مشاكلكم، تحبوا تدخلوا زوز كراهبة في سيارة هذيك باهي لوكس، هذيك معناها السيد اللي قام يكلت على السعد والصباح، معناها السيد هذاك معناها من مشاكله اللي فضوها له لا في سيارة تنجم دخل أربعة في سيارة، كل واحد دخل في سيارة. برافو برافو النواب، برافو الشعب هذاك قرار وخارجين ولا الشيكات ولا الواحد، معناها في عوض مجلس النواب الشعب راه عنده ستة أشهر يخدم 24/24 باش يلقاو منين وكيفاش يعوضوا العباد وكيفاش يعاونوهم كيفاش يوصلوا دويات وكيفاش 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 يجيبوا التلقيح وكيف حتى التلقيح باش يطلع حكايه فارغه، خاطر معناها باستور وما دراك الى ابوندوني قال لك انيفيكاس ال 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 الفاكسان في الصيغه في هالظروف هذيا في الميوتاسيون في الفاريونت في لي فاريون عفوا نتاع لي فيروس، حاجه جديده راهو زادمين على حاجه جديده، يا اما ترقى مش حلول، ترقى معناها فاصمه صغيره، نحن طالبين فاصمه نعرفوا ما تنجمش تجبر لي يدي وما عمل لي كلمه يا اخي كلمه. دونك عبر يعتبرهم احتجاجات، خاطر كما قلنا الجماعه اللي في الحكم
ديما يخرجوا لك معناها السوفي في ألف واحد خارج يحتج واحد منهم يكسر امبوبا ساي ولا دي كاسور ومجرمين ما نقولوش ليه فما اللي يستغلوا فما وشوفوا هولندا علمكم صاير في هولندا هولندا عملوا لهم الحجر الصحي الشامل خاطر لي كال كل مدن بلدان هولندا عندهم 40 سنه ما خرجش الشعب يحتج خرجوا واحتجوا بالتكسير بالخلعان باللي تحب انت راهو حتى كي تبدا في قمه خاطر تعرفوا الدول كيما هولندا كيما النرويج راهم وصلوا معناها في المدنيه في الجمهوريه وصلوا لل معناها في الهاي ليفل معناها في في في, في ناس تكلموا ناس معناها تجاوزوا اللي نقصيو فيه هنا نحن توا في التفرقه كل شيء رغم هذا هذوكم معناها اللي حتى الدوله تنجم تعوض لهم خرجوا يحتجوا وكسروا وخلعوا وسرقوا معناها الجوع كافر راهو اللي قالها الجوع كافر ماهوش يلعب ما فهميش حاجه الفقر والجوع يخليك تعمل اللي ما تعملش نجم راهو بعد ساعات وانا اول ما بديت حياتي نخدم في المهنه هذي بديت بصدى المحاكم او كنت نكتب في تونس يبدو صدى المحاكم كانت عندي صفحه كنت نمشي للمحكمه ديما بعد ساعات ترى موقوف سارق كي تراه في الشارع معناها ما تجيبهاش فيه وكيف تسمعوا يتكلم معناها الراجل حاشم ميت برشا مرات سمعتها ما عطيتهاش قيمتها وقتها مازلت صغير ومخي مازال مش معبي بالتجارب وبالشيء اللي عشته اللي عشته في 10 سنين يمكن يلزمني كان ما صارتش الثوره راهو يمكن تحب لي 6 سنين باش نتعلمه من اللي عشته في 10 سنين وتعلمته في 10 سنين بعودتي زادة للصحافة اللي كان اختيار باش تكون كان معناه ما نخدمش وانا قاري صحافة لكن بعد الثورة هكا نفست قلت هيا تو نجم نرضي ضميري معناها ولا نعوض السنين اللي تعديت واللي انا كنت فرايجي كي برشا عبيد كي الاغلبية صحيح بعديش قلنا هاي اون ريكونستروي دونك كنت كي ترى هكا الشيء هذايا تقول معناها هل السياسيين يعملوا في السياسة ولا يعملوا في البزنس فهلي وليت بزنس وليت الكوميونيكاسيون قبل كان زعيم يبيع لك الحلم ويجند العبيد وهكا ويقوم من غدوة الدنيا تتبدل ومش تتبدل حتى أموا حاجة هكا صغيرة بشوية بشوية وعقلية وإلى آخره نحن توا ناس تكمبل ناس تكتك في بعضها دونو وكل جو هذيك ما عادش السياسة معناها ناس في عالم آخر وناس دونك هذيك الحاجة الأولى الحاجة الثانية يعتبر أن الثورة صارت 17 ديسمبر 2010 وهنا يمكن برشا كلام تقال راهو برشا كلام معناها بتيتر ما ركزوش معاه اللي صار 14 جانفي السيستم بد منع راسه فينا المو الثورة صارت لو 17 وانا منه هكا معناها نعتبر الثورة صارت بديت لو 17 ومازلت متواصل مازلت ما فيش الثورة ولو 14 صار معناها ربح للوقت ربحوا 10 سنين حتى اللي قلنا هيا به ناس الكل قبل كانت تتعارض وكانت وحبوسات ومنفى والشيء ذاك واللي وكتلاث سنين الاولانيين وكنا وعملنا واخير هاي بارك الله فيك شكر الله وسعيك هي وبعد وعطيش وليوا كيف المنظومه ودخلوا اللي زا ابصر به اخطبوط قوي لكن كيفاش انت تغلب الاخطبوط بالريزيستانس ما ورينيش ريزيستانس خايفين على ريوسهم خايفين كل واحد خايف بحاجه اللي خايف يتجبد الماضي نتاعو واللي خايف يتجبد الحاضر نتاعو واللي خايف على المستقبل نتاعو وهاكم تشوفوا مثلا نحن القيادات هذيا اللي تتحكم في مصير تونس والقيادات اللي البرة والقيادات اللي داخل والشيء وناس في رفاهيه اللي يخدم ربي يزيدوا وبالعكس معناها يلزم معناها العمل والابتكار والتفكير وكل شيء يلزم ويعطي أكله ويلزم الناس تعيش متفردة هما فما ناس عايشين معناها استغنيوا باللي كوميسيون ناس استغنيوا بالرشاوي هذايا الموديل اللي نحبه نحن نورثوه لصغارنا يذنبي نمشي للإكستريف فين تتشكل حكومة
وتبدأ على إثر تشكيلها مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، لأن التحالفات تغيرت والمواقع تحركت والمصالح الكبرى تضررت أو استشعرت الخطر. هذا اللي كنا نحكيه فيه. دونك هو يقول هو رئيس الجمهورية، ونعاود نقول راه هنا نعملوا في تحليل خطاب، خطر ثلاثة رئاسات معناها ثلاثة سلطات، ثلاثة مؤسسات اللي هي على رأس الدولة في مواجهة في بعضهم. سمعنا نحن شقالوا وسمعنا معنى كل مشروعهم، مشروع رئيس مجلس النواب هو يقعد رئيس مجلس النواب حتى توفى المفترة النيابية، وعلاش ليه يشد رئيس من بعد إذا كان مشروعه، والنهضة الكل حتى في وسط، حتى اللي في وسط النهضة يحبوا يتطوروا ويحبوا يردوا الحزب مدني ويحبوا يشبوه ويضخوا فيها أفكار جديدة، خاطر عارفين الشيء اللي يستنى فيهم. حتى هذوكم الكل في وسطها وليلها يسون إكارتي، الكل يلزم الزعيم متاعهم شيخهم يقعد في الحكم وهما اللي دايرين به. تعرفوا يعني علاش نقول لكم نحن السيستيم الى يلزم ابسوربي القوة متاع السيستيم، الى ابسوربي النهضة اللي راه فيها تاو، مش النهضة برك، معناها برشا احزاب هون تي ابسوربي برشا ناس كانت مناضلين قبل وكانوا يدعوا للديمقراطية وكل شيء، سي بعد تروحوا ولا مع السيستيم. وهذاك هو السيستيم، انا جو بونس السيستيم يحتضر، لكن تعرفوا راهو السيستيم فما نجم يقعد لك 70 سنة السيستيم يحتضر، نجم يحكم 10 سنين يقعد 70 سنة يحتضر. دونك نحن نعيشوا في فترة انتقالية، دونك مهم جدا انسان منتخب بالسوفراج ديريكت بالسوفراج يونيفرسال عنده 2,700,000 صوت على معناها شعب 12 مليون ماهيش حاجة معناها تستهانوا بها، وما نجموش نقولوا السيد هذا راهو جاي من كوكب آخر، هو يقول جاي من كوكب إي، أما راهو زاد نحن الآخرين مانا كوكب، الآخرين في الكوكب يعني نعيشوا معاه فرد كوكب، الناس اللي كل يوم يطلعوا لك بطلعة، الناس اللي يقول لك يا ولدي يقول يخطيوا في العبيد معناها على بافيت هابط من مترو مش يكلت على الصعدو، وهما تلقاهم 500 واحد معناها مع بعضهم معناها يتسابقون شكون اللي يظهر في التصوير. دونك هذاك فيما يخص المشاورات. دونك هنا قيس سعيد لو ميساج كلير، هنا ميساج هذا موجه زادا للرئيس الحكومه ويمكن رئيس مجلس النواب الشعب، يمكن خاطر بعد الجاي هو حكايه اخرى، لكن موجه خاصه لحزب قلب تونس، معناها اللي طايحوا حكومة فيها شبه تضارب مصالح وبعديش في الحكومة معني والله تعرف بالحق معني بريمير اني بريمير جي تحطه وتقول له جي بريمير اني بريمير وليد صغير قل له اسمع عايش ولدي راهنا نحنا طايحنا حكومة خاطر فيها رئيس الحكومة في شبه تضارب مصالح لكوردو تح بي شكون اللي تراه نحطوه من دارنا في الشيء هذا معناه باش يشد هو وزير يختاروا يدوروا يختاروا أكثر واحد عنده شبه تضارب مصالح حطوه في الوزارة. شنو معناه معيزوا لو تاروا شنو هو المساج تحب تعديه وبعديش تقول ليه والله نحن شبيهم العبيد وكل شيء والسياسيين وعليش ما الثقة ما معناها مشيت بيناتني لآخره. ليه انتم الاكزمبلاريتي متاعكم في الزرورة فونيت با اكزومبلير، يا اما تعملوا فيه بالعاني توترونا في اعصابنا باش انتم تنجموا تحكموا بالتفرقه، يا اما معناها ما كومش اكفاء، واللي ماهوش كفء يعمل حاجه اخرى وتعملوا في حاجات اخرى. كلكم السياسي كل واحد بخدمته، معناها اللي كان محامي واللي كان كونتابلي واللي كان بعداش يجيو تقول انت معناها لوجيكمون واحد كان يصور معناها افوكا ولا يصور 10 12 مليون في الشهر بتياه ب 3 مليون ما تسالوش هذاك شنو الوعره هذه الكل خدمه للوطن زدت هي خدمه للوطن معناها مازلت تصدقوها خدمه للوطن ولا يضحي ولا
خاطر فيها بزنس كبير، بزنس كبير راكم تراو نفايات داخله، دي كوميسيون، حاجات جايه من برا، قوانين سير مزور باش يمنعوا عارفهم، قانون اخر باش يمنعوا اصحابهم، قانون اخر باش يرجعوا المزيه للسيد اللي عاونهم في الانتخابات، وقانون ليه انا قانون حتى الكناتري ولا ممثل في مجلس الشعب، وانا ماشي ضد خاطر برشا كثروا الكناترية، عيب نحن نقعدوا ما نمثلوش الكناترية بممثل عن الكناترية. اوكي هكيكا هذيك هكيكا ماشي. نمشيو لكسري اخر خاطر الوقت يزرب فينا. السباق ضد الساعة لاسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج. كنت أتحدث إلى عدد من المسؤولين للحصول على تفويض لعدد من المحامين في الخارج من الذين تطوعوا دون مقابل لقطع الإجراءات، ولكن لا تفويض ولا إمضاء ولا أي تحرك على الإطلاق، لأنه من مصلحة البعض تحت عنوان أسواب واهية أن يتقاسمه مع الناهبين ما نهبوا. أنا معاك 100% هنا، خاطر وزاد هذا قلنا عنا جمعة وقت الأجيال قربت، معناها مليار دويت، راهي مليار دويت بالدوفيز، معناها تعرف واحد ماهوش عارق على الفلوس ولا واحد ماخذهم فاسيلمون، عنده 80 مليار بلوكي، نجمش يعطي 40 مليار رشوة يا خو 40، تعرفوا يقولوا السارق باللي يبيع ديما رابح، دونك هذيك هو المنطق. والتعطيل اللي صار معناها ما تنجمش تكون أحمق لدرجة 10 سنين وأنت الأجيال تعرفها باش تجي بعد 10 سنين قاشي، تعرف شنو هو 10 سنين قاشي؟ 10 سنين، معناها يا إما أحمق وماكش في بلاستيك، يا إما معناها أنت سارق وأنت معناها كومبليس. ونشوف ونعرف الدويلب وكل شيء، وانتي تحسيب معناها سويسرا معناها فرحت بيك هكا في الثورة، ولا ألمانيا، ولا اللي تحب انت البلاد، ولا السيشيل، السيشيل فيها فلوس، والأفريق فيها فلوس، والناس الكل فيها فلوس، معناها تتصور انتم هذاك الكل عندهم الفلوس هذاك الكل باش يسهلولك، برافو عملتوا ثورة، هاو فلوسكم، ليه، ناس الفلوس هذيك قاعدة تدور، ريتوا المية مليون اللي هم مجمدين، ما مجمدين دون لابسولو فيرتويلمون، فلوس الدور. وتعرف شكون معناها فلوس خرجت من تونس تسرقت نهبت من تونس، شيخين بها لسويس، شيخين بها الألمان، تدور لهم في الدولاب، معناها اللي كانت 100 مليون توا راهي تسوى اكثر من 100 مليون. دونك هاوك هي معناها كدوله تعبت الكل تضرب على مصالح من دبلك كان ظفرك، والعشر سنين تصور 10 سنين قاشي في قضايا معناها اوسي سامبل كو سا، ونحن باش برا عاد شوف شنو هو وشكون المسؤول اللي مش ضاغط ذي ما نتصورش مسؤول بعد الثورة تنجم تضغط عليه يخرج يعمل ستاتيو فيسبوك يعمل لايف يقلبها الدنيا وما عادش يمسو حد، اما الشيء اللي راهو فيه ظاهر عيني عينك وهو اكدها، خاطر هو مباشر، هو عنده الاوراق، هو عنده التقارير، نحن نقولوا هكيك نحن اون ديدوي باغ لا لوجيك، اي مالوغوزمون لا لوجيك هي هذه كبيرة. نمشيو للإكسري آخر. وهذه فرصة اليوم للتذكير في مستوى آخر على أن الدولة وحدها وبمفردها هي التي تحتكر القوة الشرعية أو ما يسمى في القانون الدستوري بالضغط المسلح، فلا مجال لأي قوة أخرى خارج قوة الدولة، فبمثل هذا تنهار الدول وتسقط المؤسسات. هذا خطاب موجه ديريكت للنهضة لا غبار عليه، والإكسري خطر طويل ما حبيت زادة نعديوه الكل خطر الخطاب 25 دقيقة و 26 دقيقة، وزاد فكر اللي كانت فما نية
في الدستور اللي خدموه المجلس التأسيسي ونعرفوا شكون الأغلبية في المجلس التأسيسي وشكون المقرر العام، حبوا يزيدوا فصل، هذيك ما كنتش نعرفها أنا شخصيا، حبوا يزيدوا فصل كونوا نجموا نعملوا قوة حاملة للسلاح ولا قوة للدفاع ولا اللي تحب أنت بقانون، معناها كنا نجموا كان تعدى الفصل هذيك رانا نجموا بجارة قلم تعمل قانون وعندك رئيس حكومة معناها مطيع كما السيد هشام المشيشي، ومش مطيع دون لسانس راهو مانيش نقلل من قيمته ولا من وهرته، معناها الشيء اللي راهو فيه، معناها الشيء اللي راهو فيه وشيء الملموس، وليلة صلى الله يمشي بحذا راشد الغنوشي في دار ويمشي يحضر ما أي حاجة فيها راشد الغنوشي تلقاه معاه، دونك إن كان ينجم مثلا هكا تطلع سي عبد الكريم الهاروني ولا مجلس الشورى يقولوا أي بر نحطوا نحن شباب النهضة يدافع على الممتلكات، كان ينجم يهبط قانون كان جد دستور يحميه في الحكاية ذي ولا الدستور يمكنه من شيء ذيك. نحن نمشي وفاصل خلي واحد يبرد شوي ونرجع لكم. الطيارة بدها تهبط، ريحة البلاد الطيارة تهبط 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 تهبط، هبطت الطيارة، هبطت البوس في تراب تونس، تحيا تونس تحيا تونس تحيا تونس تحيا تونس استوشيوين تحيا تونس. اللي بكال عربي خلينا نشوف الفاليز، مشيت نستنى في الفاليز أبرا مو بتاعت الفاليز، ها بتاعت الفاليز أنا بعض ذني أسم تحيا تونس تحيا تونس أنا بعض ذني أسم تحيا الفاليز، جاءت الفاليز، حليت الفاليز باش نلبس كابوتي الدنيا باردة، كابوتي وين؟ كابوتي 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 لعبوا عليه كابوتي كابوتي. من 8 ل 9 متاع الليل انتم تسمعوا في مع حاتم على اي اف ام احلى راديو. باهي دونك نواصلوا مع الاكستري الموبيل. صندوقي بريد تتقبل الأوراق وتمضي الأوامر أو تنظم مواكب أداء اليمين، وننتقل من مرحلة إلى أخرى، هي التي تحمي الدولة واستمراريتها ومؤسساتها. نعتذر خاطر تقدمت الكلمة الأولى، قال رئاسة الجمهورية، أما نعود لي سي بوسيبل عزة الإكسري، رئاسة الجمهورية ليست صندوقي بريد تتقبل الأوراق وتمضي الأوامر أو تنظم مواكب أداء اليمين، وننتقل من مرحلة إلى أخرى، هي التي تحمي الدولة واستمراريتها ومؤسساتها. هذه الدولة المؤسسة، معناها خاطر فما صار إعلام وبرك ما فماش استشارة، وهذا زاد موجه للرئاستين الأخرين. بعدش كان عنا وقت خاطر سعيدة قراش زاد البارح قالت أن رئيس الباجي قايد سبسي كان في الأيام الأخيرة عاجزا عن أداء وظائفه الدستورية وأنه تم تزوير إمضاء. نعرفش كان نخلطوا سينوتا غدوة نرجعوا خاصة اللي حافظ قايد السبسي اللي كيفاش هو كليتو جنابه وجاوبها. دونك الرئاسة هنا فما تصعيد لطن تي او ان، معناه هنا فما يحضر روحه إيش باش يقول وشنو الشيء اللي باش يصير. نسمعوا الإكسري من بعد. فلا يطالب من رئيس الدولة أن يحترم الدستور وهو يرى بأم عينيه كيف يتم انتهاك الدستور، فاليمين التي يمكن أن تؤدى لا يمكن أن تؤدى من قبل من تعلقت به قضية أو يمكن أن تتعلق به قضايا في قادم الأيام. دونك واضح وصريح مش باش يقبل الناس، عنده ليستا وقال هو اطلع على قضية واحدة مركز عليه المقترح من طرف قلب تونس والشيء من ما تاهو.
الحاجة الأخرى معناها حتى في الخطاب متاعه كان قال معناها أنتم طيحتوا حكومة على الشبهة تضرب مصالح وبعد جبتوا لي حكومة ولا وزراء جدد فيهم أكثر من شبهة تضرب المصالح. وفي الختام هذا اللي قال: عملت جاهدا في الخفاء أكثر مما تتصورون، ولكن أيضا لدي من الوسائل القانونية لحماية الدولة ولحماية الثورة ولحماية الشعب التونسي، ولا أراكم إلا في نفس هذا الاتجاه. أما من اختار طريقا أخرى فبيننا القانون، بيننا الله والشعب والتاريخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيننا الله من القانون والشعب والتاريخ. تاريخ سيد الرئيس حتى حد ما يهمه في التاريخ، وانا نشوفه ناس كيفاش القرارات ولا الإجراءات ولا التصريحات ولا كيفاش تبدلت العبيد، تتصور معناه يخافوا على اسمهم في التاريخ، يظهر لحكاية أخرى. القانون مصدر التشريع مجلس نواب الشعب، وهك ترى كل يوم مجلس نواب الشعب شنو اللي يتقال فيه. سمعتوش في عام حاجة ولا إجراء ولا قانون ولا حد تكلم ولا صار إجماع على قرارات تنجم أموا 1% تحسن لنا وضعنا 1% ولا تبث فينا 0.1% أمل. الباقي تقعد معناها الأقدار ناس معناها تتصور إنسان يأكل مال يتيم، إنسان يخو معناها ملعون الراشي والمرتشي ويخو في رشوة ديريكتومون ديريكتومون إلى آخره، مازالوا زعما تتصور يخافوا ربي. صعيب شوية. والشعب الشعب شعب يضربوا فيه باللاكريموجين، الشعب وقت اللي يحتج يبدأوا يستنيوا له في الزلقة، عرفتك لي واحد مقرد على حد يستنيه يبدأ بيه 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 نهارت اللي يقول حم ولا يعمل هكا انت ليه تصب فيا طعم. دونك الشعب حتى كي يحتج يولي كسر، حتى شرذمة حتى بيخوي نسميهم باللي تحب انت، معني اربع من الناس يكسر وتولي المظاهر الكل خرجت باش تكسر، الباقي الكل في انا نتصور الايامات اللي جايين محوريه مهمه. نتصور باش تصير رده فعل، نتصور اللي بيان سور غدوه باش ينطلقوا الجميع، هو ينطلقوا الجميع ليبرروا الشيء هذا ولتهميش الكلام اللي تقال. يمكن انا قيس سعيد وللناس اللي مستنسين يسمعوني وقت يعمل حاجه باهي نقولوا حامل حاجه باهي، وقت يعمل حاجه مش في بلاصتها نقولوا مش في بلاصتها. ومش قيس سعيد رئيس الحكومه وحتى الياس فخفيخ، وكانت علاقتي به الياس فخفيخ نعرفه من قبل ما يشد رئيس حكومه، وكان معناها من الناس اللي فريمون ندافع عليهم حتى، ولكن كل حاجه بلاصتها. راهو تقول لي هنا مسؤوليه، راهو ميكرو مانيش نحكي في قهوه ولا نحكي مع اصحابي، يمكن الستيل ولا نحاول باش الناس تسمع لغه اللي هما مستنسين بها، نحاول نبعد على اللغه الخشبيه ونحكي ديريكت. وحتى كي بعد ساعات هكا راهو نحس اللي تحسوا انتم، وانا نحط روحي ديما في بلاصه الناس. هذيك الحاجه اللي تربيت عليها من الصغر، كنت اي حاجه كي نسال بابا كي نسال اخوالي عموماتي كل معناها على حاجه يقول يسمع تحب تعرف انت شنو اللي عملته به، وحط روحك في بلاصه السيد هذاك والمراه هذيك تفهم الحاجه باهيه ولا لا. دونك هذاك متربي عليه. الباقي الكل ان شاء الله يكون ان شاء الله تكون خضه باش الناس الكل تعاود تقعد ونعاود تراجع روحها ويحطونا هكا بين عينيهم شوي، ما يحطوناش معناها بين عينيهم كان باش ننتخبوهم. وهذا يكون درس زاد للشعب الكل والناس والناخبين المواطنين باش يعرفوا المره الجايه كي دخل صبعه في الحبار الازرق المسؤوليه ويرى روحه ويرى ولاده شنو اللي يحب يخلي لولده. قبل ما نوفيه سعيده قراش نعديه الاكستري اللي قالته سعيده قراش.
علاش ما صححش الباجي قد سبسي تنقيح القانون الانتخابي؟ رئيس الجمهورية كان ضد لكن كان غير قادر. تذكر وقتها عنا 25 جويلية المفروض القائمة متاع اللي بش ياخذوا العفو ومشينا في أخذ ورد وبعد هبطوا كان القائمة متاع التخفيف من العقوبة أي. والعفو ما هبطش. وقتها جاتنا تصحح ما هيش تصحح وما فهمناه امبوسيبل ما ينجمش صح. قلنا لهم ليه هذه ما تعديش؟ ها وأنا نقولها أول مرة ما كنتش تحب نقولها قبل أما تعب بش نقولها. وقتها قلنا ليه مش معقول اللي قاعد يقع. كان تصححت وهو في حالة وهن وضعف من جانش يشد ستيلو باش يصحح نورمال مو مشكلة كان لا زاد مشكلة. وبالتالي أنا أعتقد أنه في الأيامات الأخرى الرئيس فيزيكمون جسدياً ما عادش عنده ما صححش الباجي على تنقيح القانون الانتخابي على حد تقديرك أنه كان غير قادر عليه. أنا قلت لك اللي كان الناس موجودة ناس موجودة في الديوان وتنجموا تسألهم ويجاوبوك. هاوي ريتو وانا معناها لومي على سعيدة جراج كان قالتها وقتها رانا يمكن برشا حاجات برشا وقت ربحناه أما قولوا الحكاية بربي ما عاد سكلي دبلوماسية ودرشنو والسياسة كل شيء قول وقتها راهو التصحاح راه الدنيا قامت وما قعدتش ونقول رانا حسنا أوضاعنا وراه ما صارش لزغنا كير راهو نقصوا أموها نقصوا ولد الباجي قايد سبسي منعش كون كتب له خاطر عمره ما كتب حاجة مفيدة. الحاجة الوحيدة اللي هي في الرد متاعه قال إذا خلالك الجو فبيذي وفارخي حتى هذه سرقها على أبوه. تصبح على خير.